نجي على واحدة واحدة. الأظافر اليوم تعرفين أنه المراكز التجميل والسبا مفتوحة بكل العراق بكثرة، لكن البعض منهم أكو عندهم تصير أخطاء كارثية بحق الزبون أو الزبونة، يعني من ناحية الأظافر والتركيب. أول شيء حدثيني عن المواد شلون تستخدميها، ثانيا العناية بالأظفر شلون تبلشين بيها لحد ما تكتمل، وأيضا أريد أعرف الأنواع اللي تشتغليها بالأكريليك أو مثلا باودر أو ورق، ياهو الأفضل تكون بيناتهم. شوفي مبدئيا الصحة أهم شيء طبعا. فالأظفر لازم واحد يحافظ عليه، أكو هواية يعني مثلا مرات يجوني زبائن مشتغلين بأماكن معينة يصير بأظفرهم تعفن. بالضبط، هي مو صوج مثلا المكان او فد شيء، اكو الموظف نفسه لازم يكون حاب شغله حتى يتقنه بصوره صحيحه حتى ما يصير تعفن بالاظفر. يعني دي يصير حاله تعفن بسبب اخطاء بالبناء، يعني اكيد لازم يكون الادوات متعقمه زين، مواد تكون اصليه، يعني احنا نجيب براندات روسيه وامريكيه، يعني ما نجيب هاي الصيني اللي هسه طاش الصينيات، المواد الصينيه مو زينه. فلازم واحد يجيب الأشياء الماركة الزينة اللي تحافظ على الأظفر. فاحنا مبدئيا نريد نحافظ على الأظفر ونسوي البناء الصحيح. عندك بناء الباودر أنا أشوفه أبد مو صحي، مادة الليكويد مالته كلش تأذي وريحتها كلش قوية وتتعب الأظفر، فأبد ما أنصح بيها نهائيا. عندك الجل اكستيشن والبناء الورق هو افضل شيء حاليا، بناء الورق بعد افضل وصحي اكثر للاظفر. طيب الباودر اليوم اغلب المراكز تشتغل باودر، طيب وين تكمن خطورته؟ تكمن خطورته ممكن هو يسبب تعفن او اذا اشتغل يعني بشكل خطا او مثلا يسبب تلف للاظفر. هو اهم نقطه هو ما يصير تعفن اذا كانت طريقه العمل صحيحه، بس اذا طريقه العمل مو صحيحه راح يسبب تعفن. اول شيء هي ماده كلش قويه مو بس للاظفر، يعني اول شيء تعب الاظفر، ثاني شيء الرئه من واحد يستنشق الريحه الماده مالته بها ريحه جدا قويه ومؤذيه للجسم. طيب ورا ما انه الزبونه اشتغلت أظفرها وكملت وحسب الرسمة والفكرة اللي ببالها، لكن تجي المرحلة اللي تقع على الشخص نفسه، على البنت نفسها، يعني شلون تحافظ على الأظفر، شلون تعتني به، وكل إشقد يحتاج إلى إدامة. شوفي الإدامة كل شهر لازم الزبونة تسوي إدامة للأظافر. العناية كمبدئيا أكيد تنظيف لازم مستمر. شنو التنظيف يكون؟ تنظفهم بالغسول، اكو غسول خاص للايد تنظفها بيه، وفرشة الاسنان تجي تنظفهم من الدواخل، يعني دائما تتراكم الاوساخ بداخل الاظافر، فهذا الشيء يعني مو صحي ابد، فلازم تعتني بيه من ناحية النظافة. يعني فقط ناحية النظافة لازم الزبونة بعد ما نسوي لها تعتني بيه بالنظافة فقط. طيب انه اكو بعض البنات يقول لك شو انه انا اشتغل بمواد مثلا قاصر او هذه تفاصيل مزيلة للدهون وهذه الاشياء، هي اصلا للاظفر الاعتياد هي مضرة، وايضا لبشرة الايد هم مضرة، مش قد يتأثر على نسبة بقاء يعني نقول الاظفر بشكل عام هذه المواد اذا وصلت للاظفر؟ طبعا هاي المواد كيميائية فأبد مو زينة لا على الإيد ولا على الأظافر، وكمادة يعني كبناء الأظافر فهاي المواد راح توقعها ما راح تخليها بدون فترة طويلة. فنصيحة يعني احنا كنا نشتغل بالبيت وكنا ننظف قاصر والفلاش، فهاي الأمور ما نقدر نتجنع عنها، بس الأفضل والصحي أكثر أنه واحد يلبس قفازات خاصة حتى من يشتغل بهاي المواد حتى يحافظ على ايده وعلى اظافيره. وموضوع اكو نوع من انواع البهارات انه هي تطبع بالاظفر. اي فعلا اكو عندك الكركم كلش، يعني مثلا الالوان البيضه الالوان الفواتح هاي راح تطبع بالاظفر، لان عندك الكركم مده يعني الصبغه اللي بيه كلش قويه. صح، فبكل بساطه نقدر
حتى لو نستخدم الكركم نقدر ما نخليها تأثر على الأظافر إذا مسحناها بأسيتون نظفناها. بالأسيتون نقدر نشيل أي وسخة كانت على الأظافر. طيب هدير، قبل ما أنتقل إلى موضوع البشرة والرموش، مين جاتش فكرة أنه أنت تفتحين سبا خاص بيك؟ الصراحة أنا الفكرة كانت حاطة ببالي هاي الفكرة من زمان، يعني من بلشت أتعلم أنا خليت هاي الفكرة ببالي، بس شوية شوية أنه أنا أكيد ما راح أفتح هذا المشروع وأني توني يعني بداية مشوارك، بداية مشواري، أنا ما راح أقدر أنه أدخل رأسا بالمشروع،